والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. البلغم إن كان في الحلق لسه ما خرجش إلى مخرج الخاء ما فيش مشكلة، لكن إذا خرج البلغم إلى اللسان ثم ابتلعته فاطر، لازم تخرجه. هذا الكلام في الحلق ماشي، لكن إذا خرج إلى اللسان يا مولانا وخرج عن مخرج الخاء وجب إيه؟ لفظه. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسناتهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.